الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن استعمل في طاعة ربه، كما أسأله جل وعلا أن يمن علينا بإدراك شهر رمضان، وأن يجعلنا ممن صان صيامه من المفطرات والمنقصات، كما أسأله جل وعلا صلاح أحوال الأمة واستقامة أمورها. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أتحدث عن بعض الأمور التي قد يتوهم بعض الناس أنها مؤثرة على الصيام، وليس الأمر كذلك. وكنا قد أشرنا إلى شيء من هذا فيما مضى، حيث ذكرنا أمر الاحتلام، فعندما يحتلم الإنسان في منامه وهو صائم فإن هذا لا يؤثر على صومه. ومن الأمور التي قد يظن أنها مؤثرة على الصوم ما يتعلق بوضع أشياء على خارج البدن، فإنها غير مؤثرة، وإنما المؤثر ما يدخل في الجوف أو ما يخرج منه. وحينئذ لو وضع الطعام على خارج بدنه لم يؤثر هذا على صومه. ومن ذلك لو وضع الماء، ولهذا يجوز للصائم أن يغتسل، ويجوز للصائم أن يفعل السباحة، ويجوز للصائم العوم والغوص. فإن قال قائل بأن هذه الأمور قد تدخل مع مسام البدن، قيل بأن هذه الأشياء كانت موجودة في عهد النبوة، وكان الناس يفعلونها من ذلك الوقت، ومع هذا لم تؤثر على صوم الصائم. ومثل هذا فيما يتعلق بأنواع المراهم والدهون التي توضع على ظاهر البدن، فإنها لا تؤثر على صوم الصائم، إذ ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما ولا في معنى شيء من المفطرات التي جاء الشرع بإثبات أنها من المفطرات. ومثل هذا كان يفعل في عهد النبوة، ومع ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بتأثيره على الصوم. ومما قد يظن أنه يؤثر على الصوم أنواع الطيب التي تستعمل، سواء كانت الأطياب التي هي سائلة وتوضع على البدن، أو كانت من البخور الذي قد يدخل في جوف الإنسان. وأما بالنسبة للطيب السائل فهو محل اتفاق في الجملة أنه لا يؤثر على صوم الصائم، ولكن بالنسبة للبخور إن كان بعيدا عن الصائم فإنه لا يؤثر على صومه. أما إذا تعمد الصائم إدخال دخان البخور إلى جوفه فهذا مما رأى فيه طائفة كبيرة بأنه مؤثر على صوم الصائم، قالوا لأن البخور يتشكل منه مادة لها جرم، وبالتالي إذا تصاعد إلى الأنف ودخل إلى الدماغ فإنه ينعقد جسما، وبالتالي قالوا بأنه مؤثر على صوم الصائم. وهذا إنما يكون في من تعمد شمه، وفي من دخل أو تيقن بدخول
أجسام أو مواد لها جرم إلى جوف الإنسان. ومثل هذا ما يتعلق بالدخان، فإن الدخان محرم في جميع أيام السنة، وذلك لأنه مضر للبدن، ولأنه إسراف وإتلاف للمال في غير محله، ولأنه أيضا يؤثر على بعد الإنسان من مجتمعات الخير، ولأنه يؤذي الآخرين ويلحق بهم أنواع الأذية فمنع منه. وهكذا هو مؤثر على صوم الصائم، وذلك لأن الدخان له أجرام تدخل في بدن الصائم فتؤثر على صومه. وذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بالمعنى في هذه الأشياء، فإن دخول هذا الدخان إلى البدن قد يؤثر على أو يغير حالة البدن. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن مقصود الشارع بالصوم إبقاء البدن على حالة مستقرة يتمكن البدن معها من تصحيح وضعه، واستثنوا من ذلك ما يخرج عن إرادة الإنسان، وجاء دخان أو غبار ودخل في الجوف، أو ما يتصاعد من الدقيق فدخل في الجوف، هذا ليس بقصد من الإنسان ولا اختيار، فهو يماثل ما لو أكل أو شرب ناسيا الذي ورد في الحديث الصحيح. وحينئذ ينبغي بنا أن نعرف المعنى الذي من أجله أثبت الشارع حكم الفطر أو حكم بقاء الصوم. وهذه قاعدة مهمة، وهي أن الأحكام الشرعية تناط بأوصاف، وهذه الأوصاف تكون منضبطة معروفة الحدود والمعالم، فمتى وجدت في محل، متى وجدت هذه الأوصاف في محل أثبتنا الحكم بناء عليها، ومتى انتفت هذه الأوصاف فإن الحكم ينتفي، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولكن في مرات قد يظن أن بعض الأوصاف هو العلة، وبالتالي يركب على ذلك الوصف أحكام شرعية لا تكون مقصودة للشارع. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فقد أجاز الشارع في هذه الآية الفطر لصنفين من الناس، أولهما المريض والثاني المسافر. ولكنه في الآية قال: فمن كان منكم مريضا، ما قال به مرض، معناه أن المرض الذي يباح معه الفطر مرض خاص وليس كل مرض. متى يكون المرض مبيحا للفطر؟ في ثلاثة أحوال: الأول إذا كان الصيام يزيد في المرض، والثاني إذا كان الصيام يؤخر الشفاء والبرء، والثالث إذا كان الإنسان يتألم ويتأذى من الصوم فيما يتعلق بمرضه. فهذه الأحوال الثلاثة هي التي يباح معها الفطر. أما من كان مريضا مرضا لا يتأثر بالصوم فحينئذ لا يجوز له الفطر. ما يجينا واحد مشلول ويقول أنا مريض وبالتالي سأفطر، نقول هذا ليس
هذا المرض ليس مقصودا للشارع في قوله فمن كان منكم مريضا، وفي قوله أو به سفر، سفر هنا نكرة في سياق العموم، في سياق العموم أو في سياق الشرط فمن، فيفيد العموم فيشمل قليل السفر وكثيره، لأن اللفظ المطلق إذا جاء في أسلوب النهي أفاد العموم، ومن ذلك النكرات. وحينئذ نقول بأن كل سفر يباح معه الفطر. فإن قال قائل أنا أركب في الطائرة وفي ساعتين أصل، وراحتي في الطائرة أعظم من رائحتي وراحتي في الطائرة أعظم من راحتي في بيتي، قيل الحكم الشرعي مناط بالسفر، فيثبت الحكم وهو جواز الفطر معه وجودا وعدما. فلو قال لنا قائل المسافر يفطر للمشقة عليه، أليس كذلك؟ توافقون؟ موافقون؟ الشارع أباح للمسافر أن يفطر لما يمر به من المشقة، كذا؟ هذا كلام خاطئ، بل هو ضلال في دين الله، قد يؤدي إلى إلغاء الشريعة بالكلية. سبحان الله، كيف هذا؟ المشقة لم يعلق الشارع الحكم عليها، ما قال ومن كان به مشقة أو كان عليه مشقة، وإنما أجاز الفطر لطائفتين، المريض ومن كان على سفر، ما قال من كان عليه مشقة. ولو فتحنا الباب، لأن المشقة وصف غير منضبط لا يعرف حدوده ومعالمه، ولو فتحنا الباب لألغينا حكم الصيام بالكلية. كيف؟ جاءنا عمال المباني العالية في الدور 36 و50 و80 قالوا يا جماعة الخير علينا من المشقة أعظم من المشقة التي على المسافر، فأبيحوا لنا الفطر. وافقتم معهم؟ جاءنا الخباز قال أنا أصالي الحر الشديد والنار التي في فرن الخبز عظيمة الأثر تذهب تجفف ما في بدني من الماء، ولذلك أفتوني بالفطر فإن المشقة علي أعظم من مشقة المسافر. فجاءنا الرعاة وقالوا نريد أن نفطر علينا مشقة، وجاءنا الموظفون وقالوا علينا مشقة في الذهاب والإياب، فجاءنا الأساتذة الذين يدرسون قالوا علينا مشقة قلنا أفطروا، جاء الطلاب قالوا علينا مشقة، جاء لاعب الكرة قالوا علينا مشقة، جاء الممثلون قالوا علينا مشقة، بقي أحد؟ فلو قلنا بذلك لألغينا حكم الصوم. عرفتم أنكم مخطئون وأنكم مخالفون لشرع الله، وأنكم لو سير على كلامكم لأدى إلى إبطال حكم الشريعة في إيجاب ركن من أركان الإسلام وهو الصيام. بالتالي انتبه أن تتكلم بكلمة في دين الله عز وجل وأنت لست على يقين منها، فقد تظن أن هذا هو الشرع وهو دين الله، وتكون ممن يهدم دين الله بهذه الكلمة ويصد عن الله وعن شرعه بما يظن أنه يقرر حكم الله ودينه.
واضح هذا؟ ومن هنا أمر الشرع بالرجوع إلى علماء الشريعة الذين يتمكنون من استخراج الأحكام من الأدلة، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. من الذي ينذر؟ الفقهاء، الفقهاء لعلهم يحذرون، وخصوصا في المدلهمات التي يحصل بها سفك الدماء ويحصل بها انتهاك الأموال ويحصل بها الاعتداء على الأعراض. ولذا قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكم من مرة سار الناس على ما يسمونه العاطفة الدينية ويظنون أنها من دين الله وتكون من اتباع الهوى، من اتباع الهوى الذي يقول الله عز وجل فيه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وحينئذ تعرف وجوب الرجوع إلى العلماء. وفي السنن من حديث ابن عباس أن رجلا من الصحابة كان به جرح في رأسه شجة فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة في أن أترك الاغتسال؟ فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. يظنون هذا شرع الله، تكلموا بغير علم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. تالي احذر يا أيها العبد من أن تتكلم في دين الله وفي شرعه بمجرد عواطف. وقد يتكلم الفقيه والعالم بكلام لا تظن أنه مقبول وهو شرع الله ودينه. وانظر إلى صلح الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، جاء بعض الصحابة يعترضون على الصلح ويقولون على ما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وهم صحابة، وهم صحابة، وهم قد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. ومع ذلك لما ساروا على ما مجرد ما يرونه خالفوا الهدي النبوي وخالفوا الشرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وأوحى لهم سبيل الحق في ذلك. ولذلك إذا كانت الأمور تقاد بالعلماء صلحت الأحوال، وإذا كان العامة أو الجمهور أو الأكثرية هم الذين يجاملهم العلماء ولا يفتون مجاملة لهم يقع الإشكال وتقع مخالفة الشريعة. وبالتالي على عالم الشريعة أن يبين الحق ولو خالف أهواء الخلق سعيا لإرضاء الخالق سبحانه وتعالى. وسواء في هذا جمهور الناس أو أصحاب الولاية أو أصحاب المال أو غيرهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه
وأسخط عليه الناس. ولا تظنون أن هذا مجرد كلام نظري، لا، شاهدنا وشاهد غيرنا دلائل ذلك وبراهينه في أحوالنا وأحوال غيرنا. ولذلك يحذر الإنسان في هذا الباب من أن يعيب على علماء الشرع ما قاموا به لله وتكلموا به لله، ويحذر أن يتهمهم في نياتهم ومقاصدهم. ولو كان يخالف هواك، ولو كان يخالف ما تظن أنه شرع رب العزة والجلال. ومن هنا تواترت النصوص بالتحذير من القول على الله بلا علم، بل في هذا الباب من النصوص ما يجعل الإنسان يقشعر بدنه. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه إيش؟ واسمع لقول الله عز وجل: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا يوجد أحد أظلم منه. والنصوص في هذا الباب كثيرة: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، لكن ما هي العاقبة في الآخرة؟ عاقبة شنيعة. ولذلك احذر أن تنسب إلى الله وإلى شرعه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا لا تعرف أنه من دين الله، حتى ولو سمعته من عالم انسبه إلى ذلك العالم: وسمعت فلانا يقول كذا، سمعت الشيخ الفلاني يقول كذا، لئلا يؤاخذك الله، لئلا يؤاخذك رب العزة والجلال بمثل هذا. وهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، باب الصيام. احذر أن تفتي الخلق، الفتوى لها شروط، والمفتي لا بد أن يكون متصفا بصفات. ما هي هذه الصفات؟ أربع صفات: أولها معرفة الأدلة الشرعية الواردة في الباب، يعرف كتاب الله، سنة رسوله، صحيحها وضعيفها، يعرف الإجماع، ويعرف بقية الأدلة الواردة. وأما الصفة الثانية فأن يكون عارفا بمواطن الاتفاق والاختلاف، لئلا يأتي بقول جديد لم يقل به أحد فيما مضى، لأن لا يجوز أن نحدث أقوالا جديدة لم يقلها الأوائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فدل هذا على أنه إذا وجد زمان لا يوجد فيه قائل بذلك القول فإن ذلك القول ليس الحق. والشرط الثالث أن يكون لديه قدرة على فهم الأدلة، لأن فهم الأدلة ليس من الأمور الاعتباطية تفهم بمجرد ما في رأسك، لا، له شروط وله ضوابط وله طرائق. هذا منطوق وهذا مفهوم، والمنطوق أنواع: هذا أمر وهذا نهي، وهذا عام وهذا خاص، وهذا مطلق وهذا مقيد إلى آخره. وكل واحد من هذه الألفاظ والأنواع له دلالة، فالأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الفورية، والأمر يفيد الإجزاء. والنوع الآخر
ما يتعلق بالدلالات والمفاهيم، هناك دلالة إشارة ودلالة تنبيه ودلالة إيماء ودلالة اقتضاء، والمفاهيم هناك دليل خطاب ولحن خطاب وفحوى خطاب، والمفاهيم منها مفهوم صفة ومنها مفهوم غاية ومنها مفهوم عدد ومنها مفهوم لقب ومنها مفهوم شرط، وكل واحد من هذه الأساليب له شروط وله ضوابط، وبعضها يقبل مطلقا وبعضها يقبل في أنواع من السياق دون بقية الأنواع الأخرى. فالأمر ليس بالأمور الاعتباطية، الأمر له طرائق. فيأتي إنسان حتى ولو كان معه شهادة ولا دكتوراه ولا عنده مكان عالي ولا موظف في الإفتاء، وهو ما يعرف هذه القواعد، ما يجوز له أن يفتي، حرام عليه شرعا أن يفتي. فالأمر شديد، هذا من القول على الله بلا علم. وأما الشرط الرابع فأن يكون عنده من لغة العرب ما يفهم به معاني النصوص. يجي واحد إنجليزي ولا فرنسي ما يعرف القرآن ولا يفهم القرآن، قالوا عند الترجمة لمعاني القرآن، هذه الترجمة جهد بشري، هذه الترجمة جهد بشري يدخله الصواب والخطأ، فلا يصح أن نجعلها دليلا من أدلة الشرع، وليست قرآنا وليست كلام رب العزة والجلال، وليس عليها من البهاء والنور ما لكتاب الله عز وجل. بل بعض هذه التراجم كان من أسباب صد بعض الخلق عن دين الله عز وجل، وذلك لأن الناس إذا قرأوا كتاب الله أثر في قلوبهم وحركهم إلى الله متى تفكروا فيه وتدبروا. وأما إذا قرأوا هذه التراجم على أنها كلام الله لم يجدوا فيها من الحلاوة ولم يجدوا فيها من المعاني العظيمة ولم يجدوا فيها من الدلالات ما يكون أمثاله في كتاب رب العزة والجلال. فالمقصود أننا لابد أن نلاحظ هذا الجانب، وهو ألا نقول على الله بلا علم، فالأمر خطير. وكم من الدماء سفكت، وكم من الأموال أخذت، وكم من الأعراض انتهكت، وكم من حروب حصلت وأمور شنيعة بسبب هذا الباب. وشاهد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، ش النتيجة؟ فضلوا وأضلوا. وشاهد الحال في بقاع الأرض اليوم أكبر دليل على ما ذكرته. أسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يحمي جوارحنا من معصيته، كما أسأله جل وعلا أن يجعل قاعدتنا في الكلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأسأله جل وعلا أن يعيذنا من أن نقول عليه بلا علم. اللهم أعذنا من القول عليك بلا علم، اللهم أعذنا من القول عليك بلا علم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.